فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يحضر خطيب الجمعة إلى المسجد وانتظره الناس فلم يأتي، فهل يجب على المأمومين أن يذهبوا إلى أقرب جامع ليصلوا فيه الجمعة؟ ما في أحد يخطب، جماعة مليان المسجد ما يلقون أحد يخطب. لا، فيه يبي يصير فيهم أحد يخطب، لا يطلبون، يقولون من يحتسب، من يحتسب جزاه الله خير ويخطب بدل الإمام، يبي يلقون. الحمد لله. نعم. ولا إن كان يعرفون أحد فيها أهلية يقولون: يا فلان صل. نعم.